اه انا هنا بقى مش هقول لك انت لعيب راجل وشهم والكلام اللي احنا بنقوله هنا دوت ده اتحمل على نفسه ولاعب وبتاع. لا الكلام ده مش موجود هناك في اوروبا. هم عندهم التأني في الاصابه اهم بكتير من انك ترجع ويجي لك الاصابه تاني، خصوصا ان انت ما بتشوفش اصابات عضليه كبيره في اوروبا كلها. يوم ما بيحصل اصابه عضليه بتبقى 1% يعني، نادره كل فين وفين. صح. فالموضوع بدا ان هو يعلمني من هنا ان انا لما رجعت مصر بدات ان انا فعلا لما يحصل لي حاجه لا اخد وقتي جدا في الاصابه عشان لما ارجع ابقى كويس. صح. ما يحصليش الاصابه دي تاني وارجع اتعالج تاني. فبس من ساعتها قعدت اتعالج تاني لحد ما بقيت كويس. بعدين جالي معسكر مع المنتخب الاولمبي مع الكابتن شوقي غريب، كنا اعتقد رايحين روسيا. كان عندنا ماتش ودي هناك، فكان اول معسكر ليا بعد الاحتراف. فكنت مبسوط جدا بقى ان انت لعيب محترف جاي المنتخب بتاعك فليك الشيب بتاعك، الموضوع بيبقى فارق جدا يعني. وجيت تشوف اهلك برضو في الزياره. فجيت، بس انا قبل ما اجي كان عندي مشكله في الباسبور والاي دي، اي دي كارد، ان انا كانتش لسه الاي دي طلعت، لان الاي دي كان محتاجين ورقه كده هنا كنت لازم انا اللي اجيبها زي فيش وتشبيه كده وحاجات معينه. قالوا لي يا مصطفى ما ينفعش تسافر المنتخب، اعتذر لهم، ده ماتش ودي عشان خاطر انت عندك مشكله كبيره في الاي دي، فاحنا محتاجين ان انت تقعد والورقه دي تجي لنا هنا. فشرحت لهم، كنت خلاص اتقنت اللغه بشكل كويس جدا، قلت لهم انا ما ينفعش ان انا منتخب بلدي ايا كان اولمبي او صغير او اول يطلبني وانا ما اروحش حتى ولو فريندلي جيم. قالوا لي يا مصطفى بس ده في مشكله كبيره ليك انك ممكن تقعد هناك فتره كبيره. قلت لهم اخر قرار عندي ان هروح المنتخب. حتى كلمت كابتن شوقي وجيت المنتخب. طبعا الفيزا خلصانه، سافرت روسيا، لعبت الماتش مع كابتن شوقي وظهرت بشكل كويس، رجعت من المنتخب قلت له كابتن شوقي ساعدني في موضوع ان انا اسافر عشان انا الفيزا بتاعتي خلصت، وفي السفاره في بلجيكا هم ما عندهمش ان انت لعيب بقى في جنت وان انت لازم ننجز لك الورق. لا خالص. فحصل ان انا الباسبور لما رحت سلمته في السفاره قعد حوالي 40 يوم. في 40 يوم دول انت بتتكلم في ان هم لعبوا حوالي 12 جيم. الموسم بيخلص هناك خلاص. انت بتتكلم وبدانا عملنا دروب كبير جدا بقى فرقتنا. ونزلنا المراكز السابع والثامن وهم دايما بينافسوا. صح. وهم في التوب فور في الدوري. صح. هوب المدير الفني اقال، مدير فني جديد جه عشان يلحق الفريق. الباسبور بتاعي خلص بعد 40 يوم. سافرت لقيت نفسي مدير فني قال لي بص مصطفى انا ما اعرفكش وانت لسه ما لعبتش في الدوري. كنت لعبت حوالي 8 دقايق قبل ما اجي المنتخب في ماتش كده سيركل بروج، ظهرت بشكل كويس جدا. دول بس الفتره اللي لعبتها هناك يعني. قال لي انا لسه ما شفتكش انت، كورتك كويسه وكل حاجه بس انا محتاج ان انا اركز على اللعيبه الجاهزه. قلت له خلاص ما فيش مشكله. بدانا الوضع فضل يزيد، بدات ان انا ما بلعبش وما بشاركش. فاتضايقت جدا. كنت لازم اصبر، انا صريح ان انا معترف ان كنت لازم اصبر، لكن في نفس الوقت كنت صغير فما كانش ينفع يتلام عليا. صح. لعيب صغير عايز مستعجل عايز يلعب. صح. فلقيت نفسي قلت له خلاص انا عايز امشي للنادي. قالوا لي ماشي لو عندك عرض تمام، بس ما عنديش عرض لان لسه ما لعبتش بشكل كويس. صح. فمش ما عنديش اوفرز كبيره. صح. رجعت طلبت منهم، كلمت باشمهندس فرج بصراحه وفكرت ان انا ارجع المع تاني زي ما كنت في الداخليه. تمام. فباشمهندس فرج يعني شخص قريب مني بتواصل معاه دايما. قلت له انا عايز اجي العب في النادي وعايز اظهر بشكل كويس عشان ارجع بلجيكا تاني. بصراحه رحب بيا جدا وكان مبسوط لانه كان عايزني اروح النادي قبل ما اسافر بلجيكا. بس قال لي طالما جاي لك اوروبا لا خلاص روح. حيب. ولو ما حصلش حاجه في اي وقت كلمني. رجعت لعبت مع سموحه حوالي 6 شهور. لسوء الحظ جالي لعبت حوالي 3 4 ماتشات، بعد كده جالي شرخ في انكل رجلي فقعدت لاخر السيزون ما لعبتش فمصاب. فلقيت الموضوع بدا يبقى خارج عن مستوايا وخارج. صح. عن ارادتي. صح. حاجه في ايد ربنا، ربنا مش رايد. بعد ما السيزون خلص الرئيس النادي كلمني قال لي مصطفى شوف عرض عشان تمشي. قلت له ما عنديش مشكله تمام، بس انا ما عنديش عروض دلوقتي، لازم اجي بلجيكا عشان اعرف اتكلم مع الانديه واشوف الايجن بتاعي. حلو. وابدا ان انا اتحرك. قال لي ماشي. المهم فضل سايبني حوالي 14 يوم
من يوم 1/7 ليوم 14/7 مش راضي يبعت لي التاشيره بتاعتي. حلو. كان اسمه مستر لواجي. كلمه مستر لواجي انا عايز اجي النادي، عايز اجي التمرين عشان اشوف عرض. يقول لي ما فيش مشكله احنا بنجهز الفيزا وبتاع. مكتوب في العقد عندي، انا كنت ماضي على العقد بتاعي بالدوتش بالالماني، فمش فاهم حاجه. انا لعيب فرحت اوروبا، عايز العب في اوروبا وخلاص، مش فارق معايا الفلوس. قال لي مصطفى انت ان شاء الله نخلص لك الفيزا وتيجي. قلت له تمام. فبعت كان احمد يحيى الايجنت بتاعي وقتها. احمد خد العقد بعته للمحامي، محامي ترجمه، لان انا في مده لو ما رحتش فيها النادي يعتبر العقد لاغي من طرف النادي ومن حقه. يبقى انا بقيت لاعب حر. حلو. فاحمد يحيى كلمني قال لي مصطفى، الكلام ده كان يوم 13 كنا حوالي العصر كده او المغرب. فسخوا العقد. ما لحقوش. قال لي مصطفى لازم تروح تسافر بكره بالكتير، تكون موجود في النادي وتصور نفسك. حلو. قلت له يا احمد ايه اللي حصل؟ قال لي في 1-2-3 في العقد، ويوم 14 العقد هيكون لاغي. محمد اخويا طبعا جه معايا، انا كنت قاعد في المنوفيه، جه معايا وقتها، رحنا جبنا اذن السفر بالليل اللي هو بيكون مدته 24 ساعه، ورجعت حضرت الشنطه في ساعات. طيارتي بقت الساعه 9 الصبح. حجزت تيكت والحمد لله لقيت مكان في الطياره دايركت، وكان يوم 14 بقى. حلو. رجعت خدت الشنطه بتاعتي، وكان في لبس كتير جدا سبته وحاجات كتير نسيتها، بس اهم حاجه لازم اكون موجود هناك، خلاص مستقبلي بيضيع. فمش فرحت مش حال هعمل حاجه. ماشي. فسافرت بقى. اول ما سافرت رحت للنادي، المكان بتاع النادي نفسه. حتى مفيش حد يجي يستقبلني في في المطار، فمش يعني هسافر هروح ازاي جنت؟ المسافه حوالي 45 دقيقه. كلمت بصراحه الدرايفر بتاع النادي، كان قريب مني جدا، قلت له انا في 1-2-3 ومحتاجك تيجي تاخدني. قال لي مفيش مشكله، بس ما تكلمش حد ولا تعرف حد ان انا جيت لك. وجه واخدني ونزلني عند النادي بشنطتي، وخلاص وكده مهمته انتهت، انت بقى شوف هتعمل ايه. دخلت صورت نفسي وكلمت ان انا وصلت يوم كذا ومعايا التيكت، وتصورت بالباسبور وان انا في النادي يوم 14. وخلاص انا هروح فين بقى؟ عايز بقى اكون نايم في حته، ما شقتي خلاص ما بقاش في ليا شقه، عربيتي هو مش عايز يديني عربيتي. فالموضوع بقى بالنسبه لي انا هعمل ايه؟ يعني صح. انا عايز مش فاهم، عايز اروح بقى شقتي. عايز حد مثلا معايا يساعدني، ما فيش. فضلت بقى ساعتها مشيت شويه. انا طبعا اللي بحكيه ده بتحس ان هو في ذهول، بس ده اللي حصل. يعني انت لعيب صغير عندك 19 سنه ولا 18 سنه وعايش الاجواء دي كلها، وعايش الاجواء دي وفي بلد انت مش عارف تتكلم معاهم، مش عارف تروح فين وتيجي منين. تمام. المهم حصل ايه بعد كده؟ رحت اوتيل كان جنب النادي كده، بس كان بعدها بشويه. مفيش طبعا مواصلات والكلام ده، فمشيت بقى. دخلت اتكلمت معاهم، عايز احجز غرفه ولو يومين او ثلاثه ايه اللي ممكن يحصل. المهم حجزت بالباسبور بتاعي، والليله طبعا كانت ب 100 يورو، فطبعا كانت غاليه جدا، بس انا كنت عامل حسابي لان عارف ان انا رايح على مشاكل. صح. بس انا مش هينفع يعني يتغدر بيا بالطريقه دي. ماشي. وصلت وقعدت حوالي 7 ايام في الاوتيل. تاني يوم وصولي على طول. انا اليوم اللي انا اتصورت فيه بعت للرئيس النادي على الواتساب، فشاف المسج وبعت لي ايموشن بيضحك، فاستغربت ايه العنصريه دي. طب حتى لو انت مش عايزني وكنت في نيتك حاجه مش كويسه، كنت ممكن تقول لي مثلا انا لا هتمشي هتيجي، بس احنا ايه هتقعد يومين ثلاثه لحد ما نجيب عرض، ما فيش مشكله. لكن لقيت عنصريه رهيبه.